تجرى مراسم استقبال رسمية اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا. وعقب الاستقبال الرسمي يجري السيسي مباحثات مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، يليه غداء عمل يقيمه ماكرون على شرف الرئيس السيسي. ثم يشهد الرئيسان مراسم توقيع نحو 17 اتفاقية تعاون بين البلدين في عدة مجالات، في مقدمتها الاقتصاد والاستثمار في ظل وجود عدد كبير من الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر، فضلا عن وجود فرص واعدة للاستثمار بمنطقة قناة السويس.